عن جدي. ما أنا ستك واني غريبة. لا بس هو هيحاجيني. أحاجيك أنا. ماشي. هو أنتي اتجوزت جدي كيه؟ حجيني كيه اتجوزت جدي؟ يو يا مهران دي حكاية قديمة قوي. قولي هالي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كان في بنت حلوة زي القمر اسمها مندة. انتي وزي القمر كمان؟ مش مصدق؟ لا لا مصدق مصدق. ومالك كده عقولها من غير نفس؟ كمل كمل. مش هحاجيك ومش هكمل يا جزمة. ليه بس؟ زي القمر. ماشي يا ستي كمل. طب قولي الأول، أنا أحلى ولا فرحة؟ وهتحجيني؟ وحاجي جدك كمان. انتي ولا فرحة؟ انتي ولا فرحة؟ جدي أحلى. نفدت يا مكفي. أمي قالت لي يا بنتي متجوز. قلت لها وماله؟ مش مهم. وتجوزتيه وهو متجوز؟ طلت عليه يومها من ورا الباب إنه يطل علي أبدا. ومن يومها يا مهران وأنا قلبي متشعلق فيه. مرحب يا زينب، اتفضلي خشي. لا مؤاخذة يا حاجة، الوقت متأخر بس فرحة شيعتلي. بيتك يا أم فرحة، خشي. ازيك يا أم؟ شيعتيلي يا بنتي؟ أيوة يا أم، الحاج قال تبيتي معايا في شقته. هو ماله يا أختي؟ يلا بينا. خشي يا زينب اشربي حاجة. معلش يا حاجة، خشي ارتاحي. زينب برضو كده؟ أجيلك في الصبح إن شاء الله. على راحتك. بيته في شقة الحاج، بيتكم بالإذن يا حاجة كاملة. ليه يا بنتي؟ كنت مونساني. الله يخليكي. سلام عليكم. عليكم السلام. ما دخلتيش شقة الحاج وانتي عروسة يا زينب، دخلتيها وانتي حامل. كل واحد بياخد نصيبه يا حاجة. معاكي مفتاح؟ ايوه يا حاجة معايا. طيب تصبح على خير. وانتي من اهله يا حاجة. تفضل خش. حضرتك بنفسك؟ سلامتك يا حاج. الله يسلمك. اتفضل. متشكر. والله زمان افتكرتوني موت. بعد الشر عليك يا حاج، أنا جاي عشان أطمن. على مين فينا؟ أنا ولا الجبل؟ يا حاج الحاجات دي ما بتقفش على حد. وبعدين أنا جيت علشان أعرف الكلمة عند مين. ماني قدامك أهو حي وهتنفس. إحنا مش حمل مفاجآت يا حاج، واستسلم مننا. أنا جيت عشان أعرف مين اللي بعدك. لما أطلع من هنا هقولك. مفيش عندنا مساحة للظروف والاحتمالات. أنا جيت مخصوص عشان أسمعك. أنا
مدام مصر خلاص هقول لك. خير يا عم الحاج؟ عاوز اطلع يا دكتور. تطلع؟ تطلع تروح فين؟ لسه بدري، لازم تقعد تحت الملاحظة شوية. ما اقدرش اقعد في المستشفى دقيقة واحدة. الخروج دلوقتي خطر على حياتك، وفي مسؤولية علينا. الحياة لا بإيدي ولا بإيدك، خطر إيه اللي عليها؟ دي مسؤولية أنا ما اقدرش أتحملها يا عم الحاج. أنا أتحملها. هات ورقة أمضي لك فيها، إني لو خطيت بره أوضتكم دي موافق إني أموت. يا عم الحاج راجع نفسك. رجعتها كذا مرة وهي موافقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هقول لك يا عم الحاج. اكتب تعهد. استعجلت ليه على الطلوع يا محمد؟ هقعد هنا هعمل ايه؟ الف حمد لله على السلامه يا ابوي. الله يسلمك. لازم نعرف اللي عملها. كل حاجه في وقتها يا خيري. واحنا هنسكت يا حاج؟ لا طبعا، كل شيء باوانه يا ولدي. معاي من لما ترسي. احمد خد الولد وارجعوا البلد، عندي مشوار مع خيري. حاضر يا اخوي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك. خيري اللي هيسوق. أمرك يا حاج. تفضل يا كريم. نطلع على فين يا ابوي؟ على طريق الجبل، بس من ورا مش من مدق. أمال إيه يا حماد؟ أبوك واخد خيره ورايحين على فين؟ معرفش. معرفش كيف؟ معرفش. وقال لك رايحين مشوار. نروح له ازاي بس يا حاج؟ اصول؟ طب وانا ايه لزومي؟ ما تروح له انت يا حاج. ارادة ربنا صح. انا لو التانية اللي حصلت كنت رحت. ما علينا يا حاج. حاضر. حاضر يا حاج. طبعا حماي. حماك؟ حماك مال؟ ابويا شغال له ايه؟ ايه؟ بتتصنت عليا ولا ايه؟ رد علي. ابوي مال؟ مالوش، اتضرب بالنار. ايه؟ ابوي؟ وجات سليمة، وهنروح نزور انا وابوك. وانا هروح. تروحي فين بعد ما طردك؟ ولو ما بوقتني هروح يعني هروح. والله انا لولا اصرار الحج ما كنتش رحت. انا من جوايا بكره من بعد اللي عمله. هروح البس واروح. حصل مات؟ من كام يوم. من كام يوم وعلى كل دلوقتي بالصدفة؟ ماشي يا حسن، اطمن بس عليه الاول وبعدين اسأل. خيري ولدي يا هدم. يا مرحب يا مرحب يا دي عبد الله. اسحب بن الحج ولده. لا لا قهوة ما اقدرش، ممنوع. يبقى نجهزه غدا يا دكتة. اسمع يا هدم. نعم يا عم الحج. من دلوك انتو والجبل واللي فيه تبع خيري، وانا هتابع من بعيد. اللي تؤمر بيه يا حج
بس انت عارف يعني ان انا هكمل في البيت بعد ما ازور بيت ربنا. وماله؟ انا عندي كلمتي. خلاص يبقى اوري الحاج خير الجبل وتقعد معاه شوي لحد ما يعرف. بس يا حاج بعد كده براءه. براءه يا اضافي. بس مين اللي عملها يا حاج؟ مين اللي ضرب عليك نار؟ هيبان يا اضافي، هيبان. ابوك يا حاج خيري اغلى عندي من روحي. 30 سنة وانا اعرف ما شفتش منه الا الخير. وري خيري عشان لازم نمشي. تفضل يا حاج خيري. ما شاء الله ما شاء الله. تفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تفضل يا حاج. تفضل يا حاج خيري. تفضل. ايه ده؟ ده ما فضلش غير الطيارات والدبابات. فين؟